حلقة اليوم انتهت، لكن لم أنتهي أنا من الحديث بعد. ففي مثل هذا اليوم منذ سنتين ونصف تقريبا، وقبل نصف ساعة من الآن، ظهرت زميلتي رانيا العطار لتعلن انطلاق أول حلقة في تريندينج. ومنذ ذلك اليوم إلى هذه اللحظة قدمنا 480 حلقة تقريبا، تحتوي على 2880 قصة مختلفة. طبعا حسبتها قبل دخولي إلى الأستوديو، لست بهذا ذكاء. هذه القصص أنتم من صنعها، أنتم من نشرها، أنتم من أثار الجدل ونقاش بشأنها. لا أريد أن أذكركم بأكثرها رواجا وشعبية بينكم، فما زالت موجودة على الإنترنت. ابحثوا عنها في يوتيوب، في فيسبوك، في تويتر، في إنستغرام. شاهدوها من جديد، شاركوها وعلقوا عليها أيضا. صحيح أننا انتقلنا إلى هذا الأستوديو الجديد المؤقت، لكنكم أحببتموه. أنا أحببته أيضا لسبب بسيط، بسبب هذه الشاشة. انظروا، إنها تعمل باللمس، بكل بساطة تستجيب، أدت الغرض المطلوب منها. لكن حان الآن وقتها لأن تتقاعد، لأننا يوم الاثنين القادم سنبث حلقتنا على الهواء مباشرة باستخدام شاشة كبيرة عملاقة جدا، آمل أنها ستعمل مثل هذه. لكن لا يسعني إلا أن أقول لهذه الشاشة شكرا. هل من أحد يود أن يشتريها؟ سأبيعها بسعر مخفض، معها هدية، هي هذه الستاند ببلاش. فكروا في الأمر، أريهم الستاند، زوم أوت، أريهم الستاند حيث سألقاكم أنا. فكروا في هذا الأمر جديا، لأنني سألقاكم يوم الاثنين القادم قبل نصف ساعة من الآن.